هل تسمع صوتا ما ثم ترى لونا معينا على الفور؟ قد تكون جزءا من مجموعة خاصة من الأشخاص، حوالي 4% من سكان العالم الذين يمكنهم تجربة الحس المرافق. أنت لا تتخيل الأشياء. أظهرت دراسة جديدة أن الحس المواكب أمر حقيقي، وأثبتت فحوصات للدماغ ذلك. عندما يسمع هؤلاء الأشخاص ذوو الحس المرافق الألوان، تظهر عمليات المسح أن أجزاء الدماغ الخاصة بالبصر والصوت تتواصل مع بعضها البعض. وبما أن الحس المرافق يبدو وراثياً، فقد اختار بعض الباحثين 3 أسر كانت لديها هذه السمة، واستمروا في التلاعب بتسلسل الحمض النووي ومقارنة جينات أفراد الأسرة الذين لديهم الحس المرافق مع أولئك الذين لا يتمتعون بتلك السمة. ما زالوا لا يملكون الصورة الكاملة لهذه السمة الفريدة، لكنهم تمكنوا من تضييق نطاق البحث إلى حوالي 37 جيناً مشتبهاً به. في بعض الأحيان بعد نوم القيلولة في وضع غير مريح، قد تشعر بوخز أو خدر في ذراعك أو ساقك. قد تعتقد أن الأمر كله يتعلق بضعف الدورة الدموية، في الواقع قد يكون ذلك بسبب شيء صغير يسمى تشوش الحس. يحدث هذا عندما يبدأ جسمك في تجربة أحاسيس غير عادية بسبب ضغط أعصابك أو تهيجها. يمكن أن يسبب لك تشوش الحس أي شيء، بدءا من الإحساس بالحرقان وحتى الشعور المزعج مثل عدم استجابة ذراعك أو ساقك على الإطلاق. قد يؤدي ذلك إلى بعض الحكات أو الشكشكة. عادة لا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من 30 دقيقة على الأكثر. هز الجزء المصاب من الجسم جيدا، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع الأمر. إذا استغرق الأمر وقتا أطول من ذلك، أو إذا كنت تعاني من نوبات تشوش الحس المتكررة دون سبب، فمن الأفضل مراجعة أخصائي للتأكد من أن كل شيء على ما يرام. هل تعرف ما الذي يستحق التأكد منه أيضا؟ إذا كنت قد أعجبك هذا الفيديو بالفعل واشتركت في القناة، كما تعلمون، فقط للتأكد من ألا يفوتكم أي شيء. في يوم عادي لن تفكر حتى في معدتك أو محتواها الكيميائي. هل يمكنك أن تتخيل لو اختفت هذه المادة في يوم من الأيام؟ إنها تحتوي على حمض الهيدروكلوريك الذي يستخدم أيضا في الأسمدة والمطاط والصلب. إذا استنشقته فسوف تصاب بمشاكل خطيرة في الأنف والتنفس. عندما تمضغ شيئا ما تبدأ معدتك في إنتاج تلك العصارة المعوية. إنها مهمة لأنها تستطيع تفكيك البروتين وتنشيط البيبسين والتخلص من أي بكتيريا قد تكون ابتلعتها دون أن تعرف، وإرسال إشارة إلى طعامك للتوجه نحو حسناً نحو المخرج. وبدون الحمض سيبقى الطعام هناك ويتحول إلى بيئة خصبة للبكتيريا. لن يتم امتصاص البروتينات والمواد المغذية. قد يندفع غداؤك أو عشاؤك عبر أجهزتك كما هو، وقد ينتهي بك الأمر إلى فضلات من الطعام غير المهضوم. هناك سبب يجعل جروح الورق تؤلمك كثيراً. أولاً لأنها تحدث في أطراف أصابعك وهي مناطق حساسة للغاية، وذلك لأنها مليئة بالمستقبلات التي تعد بمثابة أجهزة الاستقبال في جسمك وتساعدك على تحديد حجم وشكل وملمس ودرجة حرارة الأشياء التي تلمسها. عندما تجرحك قطعة من الورق يتم تحفيز هذه المستقبلات على الفور، مما يرسل معلومات غير سارة إلى الدماغ. لا تشبه جروح الورق أيضاً نصلاً نظيفاً لسكين حاد، وذلك بسبب الرفع الشديد لحواف الورق، وهذا يكشف المزيد من تلك المستقبلات. لا تنزف جروح الورق كثيراً ولا تتجلط جيداً أيضاً، فهي تترك الأعصاب مفتوحة مما يجعل الألم أسوأ. نحن نستخدم أيدينا دائماً، لذلك تستمر هذه الجروح في الانفتاح وتستغرق وقتاً طويلاً للشفاء. غالباً ما تتم معالجة الورق بمواد كيميائية يمكن أن تهيج بشرتك أيضاً. يبدو أن الديجافو قد أصابتك فجأة دون مقدمات. أنت لست ساحرا ولا تتواصل أيضا مع أي كائنات أخرى، إنه مجرد خلل في دماغك. وفقا للأطباء فإن الديجافو تحدث عندما يكون هناك سوء تفاهم بين جزئين من الدماغ. يقع هذين الجزئين من الدماغ على كل جانب من جمجمتك فوق صدغك مباشرة. إنها مثل بطاقات الذاكرة في دماغك، حيث تساعدك على تذكر أشياء مثل المواقع أو وجوه الأشخاص الآخرين، حتى أنها تفك رموز المشاعر وتفهم اللغة. الآن في كل منطقة من مناطق الدماغ التي تسمى الفص الصدغي هناك منطقة تسمى الحصينة. هذا هو المسؤول عن الذكريات قصيرة المدى. في بعض الأحيان يمكن أن يصاب الدماغ بمواطن خلل صغيرة مما يؤدي إلى إرباك الحصينة، وحينها نشعر بالديجافو. كل هذه العملية تعبث بأنظمة ذاكرة التعرف لديك، مما يمنحك شعورا غريبا بأنك كنت هناك من قبل أو أنك قابلت بالفعل شخصا تراه للمرة الأولى. هذه عملية طبيعية تماما، ومن المرجح أن تشعر ديجافو إذا كان عمرك بين 15 و25 عاما. ويبدو أيضا أن الأشخاص الذين يسافرون كثيرا أو لديهم القدرة على تذكر أحلامهم يتعرضون لها كثيرا.
من الصعب أن تتخيل ما إذا كان بإمكان حضارة بأكملها النجاة إذا كان جميع أفرادها عمياناً، وهذا أمر مستبعد للغاية، وإليكم السبب. أولاً، تخيل أنك تحاول زراعة الطعام عندما لا تتمكن حتى من رؤية ما تفعله. إن تحضير التربة سيتحول إلى كابوس، لأنه بدون رؤية سنضيع طريقنا، على سبيل المثال في حقل قمح ضخمة. إن جمع هذا الكم القليل من الطعام لن يكون سهلاً أيضاً، قد تكون الحيوانات كامنة في كل مكان متأهبة لإيذائنا. سيكون التواصل معقداً لأننا لن نكون قادرين على قراءة شيء ما دون لمسه. حتى حياتنا الاجتماعية ستكون مختلفة، بدون بصر سنعتمد على الأصوات. تخيل التحدث إلى شخص ما دون معرفة من يستمع إليكما، هذا مخيف. إذا سبق لك أن تناولت فلفلاً حاراً، فأنت تعلم أنه ليس حاراً من الناحية العملية، أي من حيث درجة حرارته، فلماذا يسبب أكله شعوراً مثل الاحتراق حتى لو كان خارج موضوعاً الثلاجة؟ حسناً، يحتوي الطعام الحار على هذه المواد الكيميائية التي تخدع جسمك لتشغيل مكيف الهواء الداخلي. أولاً، تشعر أن شفتيك ولسانك مشتعلان، بعد ذلك يبدأ أنفك يشعر بالسيلان وقد تذرف دمعة أو اثنتين. تتوسع الأوعية الدموية وفجأة ترتفع درجة حرارة الجسم بالكامل. لتبريد كل هذا تبدأ بالتعرق. قد تشارك رئتيك أيضاً وترسل إشارة إلى الحجاب الحاجز الخاص بك، كل ذلك في محاولة لطرد هذا الدخيل الناري. في معظم الحالات تكون كل هذه المحفزات الجسدية ناتجة عن مادة تسمى الكابسيسين، والتي توجد غالباً في الفلفل الحار مثل الهابانيرو والفلفل الحار. على الرغم من أننا قد نشعر وكأننا نتحرك في أحلامنا، إلا أن ذلك ليس بسبب نظام معقد في أجسامنا. هذا يمنع عضلاتك من القيام بكل أنواع الأشياء الشنيعة بسبب القصص الجامحة التي قد تحدث في أدمغتنا في الليل. اتضح أن معظم كيمياء الدماغ تحدث أثناء مرحلة حركة العين السريعة أو مرحلة حركة العين السريعة بعد حوالي 90 دقيقة من النوم. أثناء حركة العين السريعة يشهد دماغك بعضاً من أغرب الأحلام، بينما تكون عضلاتك الإرادية مثل ذراعيك وساقيك في وضع إيقاف التشغيل. وهذا الانغلاق العضلي هو السبب وراء استيقاظ بعض الأشخاص وعدم قدرتهم على الحركة، مما يؤدي إلى ما يسمونه شلل النوم. وكان اللغز الكبير هو كيف وصلت العضلات إلى هذه الحالة من الشلل. في وقت مبكر اعتقد العلماء أن الجلايسين، وهو ناقل عصبي، هو المسؤول. أظهرت الأبحاث أنه حتى لو قام العلماء بحجب الجلايسين فإن العضلات ظلت ثابتة. لقد استغرق العلماء وقتا أطول ليكتشفوا أنه للحفاظ على تلك العضلات غير متحركة، فأنت بحاجة إلى كل من الجلايسين ومادة كيميائية اتصال أخرى تسمى الجابا. نحن لسنا مشعرين مثل أسلافنا، لكننا لا نزال نشعر بالقشعريرة عندما نشعر بالبرد بسبب هذه العضلات الصغيرة الموجودة في بصيلات الشعر لدينا، والتي تسمى مقوية الشعر، التي تسحب شعرنا إلى وضع مستقيم. بالنسبة للحيوانات ذات الفراء تساعد هذه الميزة في إبقائها دافئة، ولكن بالنسبة لنا فهي لا تفعل الكثير من حيث الحرارة. ومع ذلك فقد احتفظنا نحن وبعض المخلوقات الأخرى الأقل شعرا بهذه القدرة على مر السنين. وقد تم إجراء تجارب لمعرفة المزيد عن هذه القشعريرة. لقد وجدوا 3 لاعبين رئيسيين، تلك العضلات المقصبة للأشعار والأعصاب الودية وبصيلات الشعر. عندما لعبوا بالأعصاب تباطأ نمو الشعر. تعمل الأعصاب وبصيلات الشعر كشركاء حيث تصنع المشابك الكيميائية. لذا فإن القشعريرة ليست مجرد حل سريع لانخفاض درجات الحرارة. وقد يخبرنا أيضا خلايانا الجذعية بنمو المزيد من الشعر على المدى الطويل، ولهذا السبب يمكن أن يكون فقدان تلك الخلايا العضلية مرتبطا بالصلع. عندما تحتاج أسماك القرش إلى شرب قهوتها الصباحية فإنها تذهب إلى المقهى أيضا، إذ وجد الباحثون عام 2002 منطقة في المحيط الهادئ سموها مقهى القرش الأبيض، حيث تجتمع فيها أسماك القرش الأبيض في فصل الشتاء. إنها تتسكع في المكان وتتبادل النكات والقصص المضحكة حول إخافتها للبشر، ثم تعود إلى السواحل لإخافتنا أكثر عندما يصبح الطقس أكثر دفئا. يوجد بطيخ بحجم حبة عنب واسمه البويطيخ الخشن أو بطيخ الفأر. تبدو هذه الثمار في الواقع كثمار بطيخ صغيرة، ولكنها بنكهة الحمضيات. سجل صانع قهوة أسترالي رقما قياسيا عالميا بتحضيره لأكبر عدد من أكواب الكابتشينو في ساعة واحدة، 420 كوبا. مقهى ممتاز عندما تكون متأخرا عن العمل، لكنه للأسف لا يقدم القهوة. حسنا، وجد الباحثون العديد من الأشياء التي تدل على وجود حيوانات ما قبل التاريخ، أو تشير إلى وجود أسلافنا من البشر الذين عاشوا قبل آلاف السنين. ومن بين هذه الأشياء عظام وأسنان وأدوات حجرية وقطعة علكة يعود تاريخها إلى قرابة 10,000 عام.
تمثل مليون ثانية حوالي 12 يوماً، وتساوي مليار ثانية قرابة 32 عاماً. لا شيء غريب هنا، فقط شيء من الرياضيات التقليدية التي تذكرنا بروعة الزمن. جميع إشارات المرور مهمة بالطبع، ولكن هناك واحدة تتسيدها جميعاً، إشارة الصخور المتساقطة. إن رأيت هذه الإشارة أمامك فاحرص على القيادة ببطء والنظر حولك جيداً. تعني هذه الإشارة احتمال حدوث انهيارات صخرية في المكان، وتتوقف حياتك حرفياً على مدى انتباهك. حتى إن هناك قرية في سويسرا تحيط بها المرتفعات، فيها إشارة مرور ضوئية تتعقب حركة الصخور وتوضح ما إذا كانت مواصلة السير آمنة أم لا. قد تتخيل عند سماع أحدهم يذكر أكبر صحراء في العالم، الصحراء الكبرى الشاسعة والمليئة بالكثبان الرملية الملتهبة تحت أشعة الشمس الحارقة. حسناً، خيالك لم يكن موافقاً تماماً. فأكبر صحراء في العالم هي صحراء القطب الجنوبي، وتمتد على مساحة تناهز حوالي 14 مليون كيلو متر مربع. قد تجد هذا غريباً للهلة الأولى، لكن ينص تعريف الصحراء على أنها أي مكان تقل فيه التساقطات المطرية عن 250 ملم سنوياً، لكنه لا يذكر ضرورة أن يكون جوه حاراً. انطلقت أول رحلة ركاب تجارية بالطائرة في بداية القرن العشرين، واستغرقت الرحلة 23 دقيقة بتكلفة 400 دولار، أي ما يعادل 8500 دولار في يومنا هذا. وقد حلقت الطائرة بين مدينتين في ولاية فلوريدا في فاتح يناير من عام 1914. يوجد في التبت تفاح أسود ماسي، ليس بالأخضر ولا بالأحمر، لكنه بلون أرجواني داكن. يتعرض المكان الذي ينمو به هذا التفاح إلى نسبة عالية من الأشعة فوق البنفسجية خلال النهار، بينما تنخفض درجات الحرارة فيه بشكل كبير أثناء الليل، مما يجعل قشرة التفاح تصبح أكثر قتامة. يمكنك تذوق الثوم بقدميك، أفرك فص ثوم على قدميك، لكن انزع الجوارب أولاً وانتظر قليلاً. يمكن امتصاص المادة الكيميائية المسؤولة عن رائحة الثوم الفريدة من خلال الجلد حتى وإن لم تضع فص الثوم في فمك. يحتوي القمر على براكين، ويعتقد العلماء أنها ربما كانت نشطة قبل حوالي 100 مليون سنة، عندما كانت الديناصورات لا تزال تحكم كوكبنا. لابد أنه كان منظراً رائعاً. تتميز الصراصير بقوة تحمل عالية وقدرتها على التأقلم مع الظروف القاسية، وكانت تسرح وتمرح منذ أن حكمت الديناصورات الأرض. لكن ملكة النمل الأبيض تتفوق على كل ما سبق بعمر يصل إلى 50 عاماً، وهي أطول مدة يمكن أن تعيشها الحشرات، إذ يتراوح أمد عيش النمل الأبيض العادي ما بين سنة إلى سنتين فقط. تشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 108 مليارات من البشر عاشوا على الأرض منذ نشأتها. يمكن وضع كل سكان الأرض في لوس أنجلوس. يبلغ عدد سكان العالم 7.5 مليار نسمة. وقد يبدو هذا غير منطقي، لكن لو وقف الناس جنبا إلى جنب سيكون بإمكانهم الوقوف في مساحة 1300 كيلومتر مربع. الطراطرة حيوان زاحف على رأسه عين ثالثة. تحتوي هذه العين على شبكية وألياف عصبية وعدسة، لكنه لا يستخدمها للرؤية، فهي سرعان ما تتغطى بالحراشف خلال مرحلة النمو. ولا يزال العلماء يحاولون العثور على وظيفة هذه العين الغامضة. تمتلك الإبل 3 مجموعات من الجفون وصفين من الرموش لحماية نفسها من تطاير رمال الصحراء. قد تجد الباندا في إحدى حدائق الحيوان في بلدك، ولكن إن لم تكن من سكان الصين فاعلم أن هذا الحيوان في إجازة فقط، لأن جميع حيوانات الباندا ملك للصين فعلياً، وترسلها إلى باقي دول العالم على سبيل الإعارة. تراوحت تكلفة صناعة بدلة فضاء ناسا الحالية الكاملة ما بين 15 و22 مليون دولار، وذلك عام 1974، غير أن الوكالة لم تصنع أي بدلات جديدة منذ عام 1974، مما يجعل مخزونها من البدل 4 فقط. لو قررت ناسا صنع بدلة أخرى اليوم، ستضطر إلى استثمار مبلغ يصل إلى 150 مليون دولار. نسبة ضئيلة من الشحنات الساكنة التي تراها على شاشات التلفاز القديمة هي الإشعاع المتبقي من الانفجار العظيم. إذا كنت متجهاً إلى لندن لمشاهدة جسر لندن الشهير، فعليك إعادة التفكير في وجهتك، لأن الجسر الأصلي موجود الآن في ولاية أريزونا. في الستينيات من القرن الماضي كان جسر لندن على وشك الانهيار، لذا قررت المدينة بيعه لأحد أقطاب صناعة النفط الأمريكي آنذاك، روبرت بي ماكولوغ. تم شحنه إلى الولايات المتحدة، وبالإمكان زيارته الآن في مدينة بحيرة هافاسو. وبمناسبة الحديث عن إنجلترا، تضم جواهر التاج جوهرتان من أكبر القطع الماسية على مر العصور،
ماسة كولينان هي أكبر ماسة عثر عليها على الإطلاق، وتشكل جزءاً من الصولجان الملكي. أما الجوهرة الثانية فهي كولينان 2، ووضعت في تاج الملكة المذهل، لكن قطع الماس العملاقة الحقيقية قد تكون تهطل الآن على المشتري وزحل أثناء مشاهدتك لهذا الفيديو، ذلك لأن العواصف الرعدية تحول غاز الميثان إلى كربون، يصبح صلباً بالتدريج عند سقوطه على سطح الكوكبين، ويتحول إلى الماس. إن واجهت في المرة القادمة صعوبة في التركيز أثناء المذاكرة، فامضغ حبة علكة. توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين كانوا يمضغون العلكة أثناء إجراء اختبار الذاكرة كانوا قادرين على التركيز لفترة أطول من باقي المشاركين. قد يشير المنطق السليم إلى وجود الأشجار قبل معظم الحيوانات، كونها تنتج الأكسجين الضروري للحياة، لكن لو قلت هذا لسمكة قرش فستسخر منك لا محالة، فقد ظهرت الكائنة البحرية قبل الأشجار بوقت طويل. ظهرت أسماك القرش على كوكب الأرض قبل حوالي 400 مليون سنة، وتلتها الأشجار بعد 50 مليون سنة. انقسم الناس حول خط كوميك سانس على برنامج وورد في جميع أنحاء العالم لعقود من الزمن، واكتسب شهرته كونه خطا غير رسمي أو غير احترافي، وهذا منطقي تماما عند معرفة قصة ابتكاره، حيث نظر المصمم فانسون كونار مليا إلى أفضل قصصه المصورة كقصة واتشمان لاستلهام فكرة الخط الشهير. إن كنت تبحث عن حارس شخصي من مملكة الحيوانات فلا حاجة للمزيد من البحث، يمكن لغوريلا سيلفر باك رفع قرابة 10 أضعاف وزنها الذي يصل إلى حوالي 800 كيلوغرام، ما يجعلها واحدة من أقوى الثدييات الحية على وجه الأرض. البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تملك ذقنا، فبينما يملك الشمبانزي بعض الصفات المشتركة مع البشر كالمشي على قدمين أو امتلاك فك، إلا أنه لا يملك هذا الجزء العظمي الصغير الذي يتوسط الفك السفلي. صمم بوب هافت عالمه الخاص بمادة التاريخ عام 1958، وحصل فقط على تقدير مستحسن للجهد الذي بذله، واختير تصميمه لاحقا من بين أكثر من 1500 تصميم آخر ليصبح العلم الجديد لبلاد العم سام. للإشارة غير تقديره بشكل مفاجئ إلى ممتاز. على عكس البشر، لا تملك القطط العدد ذاته من الأصابع على الأطراف الأمامية والخلفية، فعادة ما يكون لديها 5 أصابع على الكفين الأماميين و4 فقط على الكفين الخلفيين. إن كنت تربي قطاً فبإمكانك التحقق من هذا الأمر بنفسك. هل تساءلت يوماً ما عن سبب وضع هذا الجيب الصغير في بنطالك؟ كان هذا الجيب مخصصاً لوضع ساعة الجيب، ويعود تاريخ تصميمه إلى عام 1879 عندما صنع أول بنطال جينز من ماركة ليفيز. يستخدم دماغك شقين مختلفين لتخزين الذكريات المختلفة، إذ تخزن الأشياء التي تسمعها أو تقرأها في نصف الدماغ الأيسر، وتخزن الصور أو الأحداث التي رأيتها في النصف الأيمن. هناك فيروسات عملاقة مختبئة تحت الجليد في القارة القطبية الجنوبية وسيبيريا، إنها أكبر بعشر مرات من تلك التي نعرفها، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لعشرات الآلاف من السنين. يعد تشكيل كمكم الحجري مصدراً غنياً بأحافير الديناصورات، حيث اكتشفت عشرات الأنواع منها في العقود القليلة الماضية، وقبل حوالي 34 مليون سنة عبرت الرئيسيات القديمة المحيط الأطلسي من أفريقيا باتجاه أمريكا الجنوبية، لكن لا أحد يعرف كيف فعلت ذلك. تقرر تنزيل لعبة جديدة، يقول كمبيوترك المحمول إن تنزيلها سيستغرق 5 دقائق. تهرع إلى المطبخ لتحضير شطيرة بسرعة، وعندما تهرع عائدا إلى غرفتك ترى أن وقت التنزيل زاد إلى 40 دقيقة. تأخذ كلبك في نزهة ثم تعود إلى المنزل لترى كمبيوترك المحمول يقول أن عليك الانتظار لساعة أخرى. تنظف منزلك وتتسلق جبلا وتحصل على شهادة جامعية في صناعة الصواريخ وتطير إلى المريخ، وعندما تعود ترى أنه بقي 5% من التنزيل. عند تكليف كمبيوترك بمهمة فإنه يخطط لما يجب عليه فعله ويحسب المدة التي سيستغرقها في تنفيذها. الأمر بسيط، ويتحرك شريط التقدم بسلاسة عند تكليفه بمهمة واحدة فقط. على سبيل المثال، عندما تشاهد مقطع فيديو كل ما عليك فعله هو تشغيل الفيديو، وسينتهي الوقت كما يظهر شريط التقدم بالضبط، إلا في حال أوقفت تشغيل الفيديو أو انقطعت الكهرباء، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور على النحو المخطط له. تتفاوت مدة تنزيل الملفات من الإنترنت تبعاً لقوة جهازك وسرعة اتصاله بالإنترنت،
فك ضغط الملفات التي تم تنزيلها حديثا يتم بشكل أسرع أو أبطأ بالاعتماد على قوة معالج كمبيوترك، وتعتمد سرعة حفظ الملفات وقراءتها وحذفها على سرعة قرص كمبيوترك وازدحامه. إن كان يجب على التنزيل إجراء تغييرات في إعدادات النظام، فقد يسرع نظام التشغيل العملية أو يؤخرها. لهذه الأسباب لا يستطيع أي أحد، حتى المبرمجين المحترفين، التنبؤ بسرعة الدقيقة للتنزيل. وعندما تكلف كمبيوترك بمهمة روتينية مثل نقل 1000 ملف من سطح المكتب إلى محرك فلاش، فإن العملية لا تتم ببساطة أيضاً. تخيل أنك تقف في طابور لحضور العرض الأول لفيلم جديد. أنت جزء من شريط تقدم حي. يمكنك تخمين المدة التي ستستغرقها للدخول إن عددت الأشخاص أمامك، ويمكنك رؤية تحرك الطابور فعلياً نحو هدفك. لكن أول شخص في الطابور لا يستطيع العثور على تذكرته الإلكترونية على هاتفه، وتزيد المدة 5 دقائق. بدأ المطر ينهمر، وقرر البعض المغادرة، فتقدم وقت دخولك ب3 دقائق. يصل بطل الفيلم لحضور العرض الأول، ويضطر جميع الحضور إلى الانتظار 20 دقيقة أخرى. لا يمكنك ضرب المدة التي يستغرقها نقل كل ملف بعددها للأسباب نفسها. قد يستغرق نسخ ملفات صغيرة كثيرة وقتاً أطول من نسخ بضع ملفات كبيرة. التبديل من ملف إلى ملف يستغرق وقتاً، وإن فتحت نافذة أخرى أثناء الانتظار فسوف يبطئ ذلك عملية التنزيل أو النقل. كما قد يسخن كمبيوترك ويقرر التباطؤ في عمله لتجنب حدوث ضرر. إلى جانب ذلك، قد يجري عملية صيانة في الخلفية. هاتفك أيضاً قد يتباطأ كثيراً إن بدأت تشغيل مقطع فيديو أثناء تنزيل تطبيق. شريط التقدم الوحيد الذي قد يكون دقيقاً بنسبة 100% هو شريط التقدم في بعض مواقع الويب. يجبرك الموقع على الانتظار ل15 ثانية من خلال التظاهر بأنه يقوم بتحميل شيء بينما تشاهد الإعلانات. لن تخبرك أشرطة التقدم متى ستنتهي العملية بالضبط، ولن تتحرك بسلاسة. يجب عليك تقبل هذه الحقيقة. تتمثل مهمتها الرئيسية في إعلامك بأن العملية جارية. يا سلام! تصميم كويرتي في لوحة المفاتيح هو بمثابة تذكير بالآلات الكاتبة اليدوية القديمة. ظهر هذا التصميم لمنع تشابك المفاتيح ولتسريع العملية. تفريق المفاتيح المستخدمة كثيراً وإبعادها عن بعض يجبر الكاتب على التبديل بين اليدين بشكل أكبر، وعند كتابة سلسلة أحرف بيد واحدة يزيد احتمال حدوث التكرار والأخطاء الإملائية. يمكنك تهجئة كلمات أكثر باستخدام يدك اليسرى مقارنة باليمنى. مفاتيح الشيفت وكنترول وآلت اليسرى واليمنى لها نفس الوظائف. هناك زوج من كل واحد من هذه المفاتيح لراحتك، وعادة ما تستخدمها مع مفاتيح أخرى. من الأسهل ضغط مفتاح شيفت الأيسر مع المفاتيح على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح، ومفتاح شيفت الأيمن مع مفاتيح الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح. تباطؤ سرعة كمبيوترك لا يشير إلى وجود فيروس دائماً. ربما تشتغل عدة برامج في الخلفية، أو تبدأ العمل في كل مرة تشغل فيها جهازك. قد يقوم برنامج الأمان بإبطاء نظامك بالكامل، أو ربما لا يحتوي جهازك على ذاكرة وصول عشوائي كافية لتشغيل البرامج. إن توجب عليه استخدام محرك قرص صلب، فلن يظهر أقصى سرعته. في حال تكررت إعادة التشغيل التلقائي في كمبيوترك، فربما يعاني الجهاز من مشكلة، أو يتعرض النظام لهجوم من برنامج ضار، أو ربما توجد عليه برامج تشغيل سيئة. أجل، احذر منها. أو تحديثات معطوبة، أو الغبار يغطي معالجه. جرب تعطيل ميزة إعادة التشغيل التلقائي، وإن كانت هذه المشكلة حديثة فأعد تثبيت آخر تحديث للنظام. ربما تم تثبيته بشكل خاطئ. حدث برامج التشغيل النظام تلقائيا، وجرب فصل الأجهزة الخارجية مثل الطابعة والسماعات والفأرة USB، ثم أوصلها مجددا بالترتيب لتعرف إن كانت مسؤولة عن المشكلة. أكثر سبب شائع وراء صوت مروحة اللابتوب المزعج هو الغبار، يجب تنظيفها مرة في السنة. وهناك تطبيقات تتيح لك التحكم في سرعة المروحة. إبطاء سرعتها أحيانا يقلل من حدة صوتها المزعج. تأكد من عدم وجود أي برامج ضارة على جهازك، لأنها قد تزيد حرارته. واستخدم اللابتوب على سطح صلب مسطح فقط للحفاظ على تدفق الهواء بسلاسة من وإلى المروحة.
لا يحذف الملف نهائيا عند إرساله إلى سلة المحذوفات، بل ينتقل إلى مجلد مختلف. عندما تفرغ سلة المحذوفات فأنت تقوم بإزالة مرجع الملف من القرص الصلب، وبعد ذلك لن يتمكن الكمبيوتر من رؤية الملف، وسيشغل ملف مختلف المساحة التي كان يشغلها الملف المحذوف. فيما عدا ذلك ستظل بياناتك المحذوفة على القرص الصلب، وسيكون من الممكن استعادتها، لكن ذلك لن يكون سهلا. لذا من الأفضل لك إزالة القرص الصلب من كمبيوترك قبل عرضه للبيع لحماية بياناتك. أجهزة الماك معرضة للبرامج الضارة على عكس الاعتقاد الشائع. تبذل شركة أبل الكثير لحماية مستخدمي أجهزتها، لكنها ليست آمنة 100%. لا يزال بإمكان إيميلات التصيد الاحتيالي خداعك لتقديم بياناتك الشخصية أو تفاصيل تسجيل الدخول، وقد تصادف برامج إعلانات ضارة. من حسن الحظ أن جهازك الماك سيتحقق من أي تطبيق قبل تثبيته، وسيرى إن كان موجودا في قائمة البرامج الضارة. إن كان كذلك فلن يسمح لك بتنزيله. لست مضطرا في الواقع إلى إزالة محرك الـ USB بأمان من اللابتوب. يضم الجيل الجديد من ويندوز إعدادا افتراضيا للإزالة السريعة، ولا يسمح لنظام جهازك بمحاولة الكتابة على USB باستمرار، وينطبق الأمر نفسه على نظام الماك، لكن يجب ألا تسحبه عندما يكون النسخ جاريا أو بعده بأجزاء من الثانية. عدا عن ذلك فإزالة محرك الـ USB بأمان غير ضرورية. هل يشتغل كمبيوترك من تلقاء نفسه؟ ربما لأن خيار السماح بمؤقت التنبيه قيد التشغيل. حاول تعطيله إلى جانب وظائف إعادة التشغيل والصيانة التلقائية، كما قد يستيقظ جهازك لتثبيت تحديثات مجدولة، لذا ألغي هذه التحديثات. وإن بدأت بطارية اللابتوب في النفاذ بشكل أسرع من السابق، فقلل سطوع الشاشة لكسب 30 دقيقة إضافية في اليوم، واختر خلفية ثابتة غامقة. قم بتنشيط وضع توفير الطاقة في تفضيلات النظام على جهاز الماك، أو انتقل من وضع متوازن إلى وضع توفير الطاقة في خيارات الطاقة بلوحة التحكم على نظام الويندوز. اختبر وضع السبات بدل وضع السكون، وامسح الأشياء غير الهامة وذاكرة التخزين المؤقت لزيادة سرعة اللابتوب وتقليل استهلاك البطارية، وأوقف تشغيل التحديثات والإشعارات التلقائية للتطبيقات. حدد التطبيقات التي تستنزف الطاقة في قائمة حالة البطارية تحت قائمة التطبيقات التي تستخدم طاقة كبيرة على نظام الماك. على نظام الويندوز اكتب العثور على التطبيقات التي تؤثر على عمر البطارية في شريط البحث. إن كنت لا تحتاج إلى هذه التطبيقات فاحذفها. إن كان كمبيوترك يتجمد بشكل متكرر فتحقق من الفأرة، ربما سلكها مفصول. إن كانت الفأرة لاسلكية فربما حان الوقت لتغيير بطارياتها. سخونة الكمبيوتر سبب آخر لتجمد النظام. تأكد من عدم وجود أي شيء يسد فتحات كمبيوترك، وإلا سيواجه المعالج المشكلات. تشمل أسباب التجمد المحتملة الأخرى وجود خلل أو فيروسات في برامج التشغيل الداخلية أو الخارجية. إن كان إيقاف تشغيل كمبيوترك يستغرق وقتا طويلا فساعده بإغلاق كل البرامج النشطة التي فتحتها أثناء استخدامه. التطبيق الواحد يمكنه تمديد العملية لعشرين دقيقة. شغل برنامج مكافحة الفيروسات وتخلص من الملفات القديمة وملفات الإنترنت المؤقتة لإفراغ بعض الذاكرة ومساحة التشغيل. كما يمكنك تثبيت أداة تنظيف لإزالة الملفات التالفة من قاعدة بيانات السجل. واكتمل التنزيل أخيرا. دعونا نعترف بالأمر، المطارات يمكن أن تكون مزعجة للغاية، ولكن الشيء الأكثر إزعاجاً بشأنها غالباً هو الاضطرار إلى إخراج الحاسوب المحمول من حقيبة ظهرك ووضعه في صندوق منفصل أثناء المرور عبر الفحص الأمني. لكن بالطبع لن يجعلونا نقوم بهذه الأمور الإضافية إذا لم يكن هناك سبب وجيه لذلك. أجهزة الحاسوب المحمولة سميكة ولا تستطيع الأشعة السينية اختراقها، لذلك من السهل إخفاء شيء خطير بداخلها. إذا كان الجهاز بمفرده في صندوق منفصل فمن الأسهل على الماسحات الضوئية التقاط وجود الأشياء الخطيرة. معظم الطائرات بيضاء اللون، هل هناك سبب لاختيار هذا اللون بالضبط؟ لا، الطلاء الأبيض لا يجعل المكان يبدو أفتح، كما أنه لا يوفر المال الذي قد ينفق على الطلاء. فيما يلي الأسباب الفعلية لهذا الاختيار، إنها السلامة والكفاءة والراحة.
كانت الطائرات في الماضي تحتوي على لون معدني، لكن مشكلة المعدني هي أنه عرضة للتآكل، لذا فإن طلاءها طريقة رائعة لحماية الطائرة من التآكل. اللون الأبيض مفضل لعدة أسباب. أولاً، تحلق الطائرة عالياً فوق السحب وتتعرض لأشعة الشمس كثيراً. اللون الأبيض هو اللون الذي يمتص أقل قدر من الحرارة، والطائرة البيضاء تسخن بشكل أقل، وأيضاً يؤدي ضوء الشمس إلى تلاشي الطلاء. سوف يتلاشى طلاء الطائرة الملونة بسرعة كبيرة وسيتطلب إعادة طلاء، وإعادة الطلاء مكلفة، لذا فإن طلاء الطائرات باللون الأبيض هو خيار أكثر استدامة. أيضاً يمكن ملاحظة أي ضرر بسهولة أكبر على السطح الأبيض، وهذه نقطة أخرى بالنسبة للون الأبيض. نصعد دائماً من الجانب الأيسر للطائرة في كل مرة دون استثناء. لسبب ما لا يبدو أن الجانب الأيمن خياراً متاحاً. نعم، لقد تم ذلك عن قصد. أولاً، يجلس القبطان عادة على اليسار. بهذه الطريقة يكون من الأسهل على الطيار محاذاة الطائرة مع صالة جسر الطائرة، كما يتم تزويد الطائرة بالوقود وتحميلها بالأمتعة على الجانب الأيمن. وبما أن الأشخاص يصعدون إلى الطائرة من اليسار، فيمكن للطاقم القيام بعملهم دون إزعاج ودون أن يوجد أي خطر على الركاب. يساعد الاتساق مع اختيار الجانب على جعل كل شيء يعمل بشكل أكثر فعالية. نظراً لأن الجميع يدخل دائماً من اليسار، فإن جميع جسور الطائرة مصممة للتوصيل على الجانب الأيسر من الطائرة. إذا كان لكل طائرة الحرية في اختيار الجانب، فسيؤدي ذلك إلى خلق فوضى إضافية للخدمات اللوجستية في هذه العملية. هناك المزيد من الأسئلة التي تظهر، مثل: ماذا يعني هذا المثلث الأسود المرسوم فوق إحدى النوافذ؟ من الواضح أنه يمثل المقعد الذي يمكن من خلاله رؤية جناح الطائرة بشكل أفضل. إنه ضروري لكي يتمكن الطاقم من العثور على المكان في أسرع وقت ممكن إذا احتاجوا في حالة الطوارئ إلى فحص المحركات أو السدفات أو القلابات. هذه العلامة توفر الكثير من الوقت. السؤال التالي: لماذا لا تتماشى الصفوف بشكل جيد مع النوافذ؟ في الأصل تم تصميم جميع الطائرات بحيث تصطف الصفوف والنوافذ بشكل مثالي، ولكن عندما تشتري شركة طيران طائرة فإنها تضيف بعض المقاعد الإضافية، مما يؤدي إلى تقريبها من بعضها البعض. بهذه الطريقة يصبح لديهم المزيد من المقاعد، مما يعني المزيد من الركاب حتى يتمكنوا من بيع المزيد من التذاكر، لكنك تحصل على مساحة أقل لساقيك وقد لا ترى النافذة. كما أن جميع النوافذ لها زوايا مستديرة، ويتم ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. كانت هناك طائرة ذات نوافذ مربعة، لكن تلك النوافذ تسببت في وقوع حوادث لأن مثل هذه النوافذ لم تكن قادرة على تحمل الضغط على الارتفاعات العالية. في الارتفاعات العالية يكون الضغط الجوي الخارجي أقل من الضغط داخل المقصورة، لذا هناك فرق كبير في الضغط داخل الطائرة وخارجها، وهذا يخلق ضغطا شديدا. بدون النوافذ يتدفق هذا الضغط بسلاسة عبر المادة، تصبح النافذة المربعة عائقاً، ويحتاج تدفق الضغط إلى تغيير الاتجاه. يتراكم الضغط في الزوايا مما يؤدي إلى حدوث تشققات، ونتيجة لذلك تتحطم هذه النوافذ. تسمح النوافذ البيضاوية بتدفق الضغط بشكل أكثر سلاسة دون إعاقته كثيراً ومنع تركيز الضغط، لذلك النوافذ البيضاوية أكثر أماناً. الزجاج المستخدم في الإنتاج هو زجاج أكليريك ممدود، وهناك ثلاثة أجزاء منفصلة منه. يتم ذلك كإجراء أمني في حالة حدوث تصدعات. بهذه الطريقة سيبقى جزء واحد على الأقل سليماً في جميع الأوقات. هل لاحظت من قبل تلك الثقوب الصغيرة في النوافذ؟ الثقب الصغير موجود في الواقع فقط في الجزء الموجود في المنتصف، وتتمثل وظيفته في تنظيم فرق الضغط الكبير داخل وخارج المقصورة. بهذه الطريقة يمكن للجزء الخارجي التعامل مع الحملة. إذا انكسر الجزء الخارجي، فإن الجزء الأوسط على الرغم من وجود ثقب فيه سيكون قادراً على الحفاظ على النافذة سليمة، كما أن هذا الثقب يمنع تأثير الضباب على النوافذ. لنفترض الآن أنك تريد الاسترخاء ومشاهدة فيلم. لحسن الحظ هناك زوج من سماعات الرأس، لكنها غريبة، فهي تحتوي على قابس ذي شقين. لا، هذا ليس نوعا من التكنولوجيا المتقدمة، هذه خطوة ذكية لمنع السرقة. إن لم تتمكن من استخدامها في أي مكان آخر غير الطائرة، فلماذا قد ترغب في سرقتها؟ إنها عديمة الفائدة تماما خارج الطائرة. وبعد ذلك يحضرون الطعام. هناك أشخاص يحبون طعام الطائرات وأشخاص لا يحبونه كثيراً، ولكن سيتفق معظمهم على أن الطعام ذو مذاق مختلف هناك. تبين أن هناك سبب لذلك، يؤدي انخفاض ضغط الهواء ونقص الرطوبة والضوضاء الخلفية التي نواجهها على ارتفاعات عالية إلى تغيير عمل براعم التذوق لدينا، إذ تصبح أقل حساسية للأطعمة الحلوة والمالحة، لذلك يتعين على شركات الطيران استخدام المزيد من التوابل. هل تساءلت يوماً ماذا سيحدث إذا قام شخص ما بفتح باب الطائرة عن طريق الخطأ؟
لن ينتهي هذا بشكل جيد، بل سيكون خطيرا للغاية على أقل تقدير. سيحدث سريعا نقص في الأكسجين في المقصورة، ولكن من دواعي سروري أنه لا يمكن لأحد أن يفتح هذا الباب بمحض الصدفة. إن فرق الضغط بين الداخل والخارج يجعل الأمر مستحيلا تقريبا، حيث سيتطلب الأمر قوة هائلة لفتحه. تم تصميم الأبواب لتفتح تلقائيا في حالات الطوارئ. عند الحديث عن السلامة أثناء الإقلاع والهبوط، فإن الطاقم يخفض الضوء في المقصورة، ويتم ذلك لسبب وجيه. بهذه الطريقة في حالة الطوارئ سوف ترى كل شيء بشكل أكثر وضوحا. سوف تعتاد عيناك على الظلام، وسيكون من الأسهل عليك الهروب من الطائرة. الآن لنتحدث عن الطيارين. إنهم دائما يرتدون تلك النظارات الشمسية الرائعة، ولكن الغرض ليس أن يبدو بمظهر أكثر روعة، بل يتم استخدامها لحماية العيون. طوال حياتهم المهنية يتعين على الطيارين الاهتمام بنظرهم، لكن المشكلة هي أن المهمة ليست سهلة عندما تكون طيارا. يتم تصفية الإشعاع الشمسي الضار الذي تنبعث منه شمسنا من خلال الغلاف الجوي للأرض، وبالتالي فإن ضوء الشمس لا يضر بك كثيرا إذا كنت تقضي معظم وقتك على الأرض، لكن الأمر مختلف في السماء. هناك هواء أقل والسطوع أعلى بكثير. مع كل 305 متر من الارتفاع يكون الإشعاع الشمسي أقوى بحوالي 5%. في المتوسط تحلق الطائرات على ارتفاع 10700 متر، وهذا يعني أن كمية الأشعة فوق البنفسجية أكبر بنسبة 175% مما هي عليه على الأرض، وهذا ضار جدا بنظر أي شخص. إن الوقت الكبير الذي يقضيه الطيارون في الجو يجعلهم عرضة لمشاكل العين المختلفة، كما أن الإصابة بمشاكل في العين يمكن أن تكلف الطيار حياته المهنية. لذلك يعد ارتداء النظارات الشمسية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لهم، ويجب أن تكون هذه النظارات الشمسية ذات جودة أفضل، وينبغي أن تقلل من تأثير أشعة الشمس وتتحمل الأشعة فوق البنفسجية، مما يوفر حماية 100% للعينين. كما أنها لا يمكن أن تكون مستقطبة، لأن الاستقطاب يمكن أن يؤثر على رؤية شاشات مقصورة القيادة. يجب أن توفر أفضل وضوح وتقلل من إجهاد العين وتقلل من تشوه اللون، حتى يتمكن الطيارون من الرؤية تماما كما لو كانوا بدون نظاراتهم الشمسية. هل تعلم أن الدجاج يمكنه القفز والطيران أيضا؟ يعود تدجين الدجاج إلى 2000 قبل الميلاد على الأقل. لديه الريش والعضلات المطلوبة للطيران، لكنها لم تعد تفعل ذلك كثيرا بعد مئات السنين من تدجينها. لكن إذا منحتها الدافع الصحيح فيمكنها فعل ذلك. إذا اعتقدت أن الجانب الآخر من السياج رائع حقا، يمكنها حينئذ القفز حتى 6 أقدام. فبعض الدجاجات تقفز على الأشجار لتعيش. تخيل شجرة عليها دجاجتان، يبدو ذلك مضحكا جدا، فدافعها هو السلامة. تعمل الشجرة كغطاء لها في النهار وتحميها من الحيوانات المفترسة المجنحة، وبالمثل تتحول الشجرة في الليل إلى مأوى من الرياح والأمطار والهجمات المحتملة للحيوانات المفترسة على الأرض. هذا لا يجب أن يكون في البرية فقط. المزارع التي يمكن أن يتجول فيها الدجاج بحرية بها أيضا أعشاش على الأشجار، تترك بعض الدجاجات المتسترة حظيرتها وتقفز على الأشجار. لذلك يبحث العديد من أصحاب الدجاج عن طرق لإبقائها تحت السيطرة. مرحبا سيري، ابحثي عن كيفية التعامل مع قفز الدجاج. انتقل الآن إلى العناصر اليومية والأسرار التي تحملها. لا تحتوي الأربطة الملتوية والعلامات البلاستيكية على عبوات الخبز على ألوان عشوائية، يتم ترميزها بالألوان بناء على الخبز اليومي، فكل يوم من أيام الأسبوع له لون معين. على سبيل المثال يشير الرمز الأزرق ليوم الاثنين، والأخضر ليوم الثلاثاء، والأحمر ليوم الخميس. الآن يمكنك معرفة مدى طزاجة خبزك. رموز الألوان مفيدة للموظفين أيضا، فيمكنهم بسهولة اكتشاف الأرغفة القديمة على الرفوف. هناك قول مأثور شائع، وهو أنت ما تأكله. اتضح أن أحشاءنا موجودة أيضا لإسعادنا، فالسيروتونين هو هرمون الشعور بالسعادة، إنه أيضا ناقل عصبي كثير منا يربطها على الفور بأدمغتنا. ومع ذلك من المثير للاهتمام أن حوالي 95% من السيروتونين في الجسم يتم إنتاجه في الجهاز الهضمي. كثيرا ما يستخدم الكثير منا كلمتي الأعشاب والتوابل بالتبادل، لكن هذه توابل مختلفة. تأتي التوابل من كل جزء من النبات أو الشجرة، مثل الجذر أو البذور أو اللحاء، لكن الأعشاب هي أوراق النبات. نضيف التوابل عموما للطعام في التحميص وأثناء الطهي، أما الأعشاب فتطلق رائحتها بشكل أسرع، لذلك نضيفها في نهاية عملية الطبخ. هل شعرت يوما أن شخصا ما يحدق بك واكتشفت أنك على حق؟
حسناً، هذا الشعور الذي يشبه حاسة العنكبوت يسمى اكتشاف النظرة. يستشعر دماغك عندما يحدق بك شخص ما. يشرح البحث هذا كنوع من آليات الدفاع، فيمكن أن تكون النظرة المباشرة رمزا للهيمنة، ويمكن أن تكون تهديدا محتملا، وقد طور البشر هذه الحاسة بمرور الوقت. الغريب أنه يعمل عندما ينظر إليك الشخص بشكل مباشر فقط، أما إذا كانت نظراتهم بميل لبضع درجات فقط إلى يسارك أو يمينك، فلن يتفاعل عقلك بهذه الطريقة. ماذا عن الرغبة في إعادة مشاهدة أفلامك المفضلة أو الاستماع إلى الأغاني مرارا وتكرارا؟ أنت لست وحدك، هذه العادة لها بعض الفوائد لصحتك العقلية. هذا السلوك يريح عقلك. عندما يشعر الناس بالإرهاق سيكون لديهم قدر أقل من ضبط النفس، ويكون لديهم دافع أقل لإكمال المهام الصعبة. لقد انجذبت إلى مشاهدة الموسم الأول من مسلسل The Office مرة أخرى، لأنه عندما تشاهد أو تستمع أو تفعل شيئا مألوفا بالنسبة لك، فلن تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لمراقبة ما تفكر فيه. لذا فهي طريقة جيدة لإعادة ضبط الحالة العقلية بسرعة. هذا شعور آخر. تخيل أنك تستمتع بغروب الشمس على الشرفة أو على برج إيفل، ومن العدم يهمس لك صوتك الداخلي: ماذا لو قفزت من هنا؟ هذا لا يحدث نتيجة حالة اكتئاب، فكما تعلم إنه نوع من الشعور الذي يظهر عندما تكون منتشيا. هناك اسم لهذا الشعور، وهو نداء الفراغ أو ظاهرة المكانة العالية. إنه موضوع بحث جديد نسبيا، ولكن هناك المزيد من الدراسات حوله في الطريق. لا يزال أداء جيم كاري الرائع في برنامج ترومان في الأذهان بالتأكيد. هل تعلم أن متلازمة عرض ترومان شيء حقيقي؟ هذه الظاهرة هي قضية تتعلق بالطب النفسي العصبي المعرفي. يعتقد الأشخاص الذين يعانون من هذا الوهم أنه يتم تصويرهم، وأن اللقطات سيتم بثها للترفيه. مر وقت كان فيه الألمنيوم أغلى من الذهب. أعلم أنه من الصعب تصديق ذلك الآن، فنحن الآن نلف شطائرنا بهذا العنصر بشكل يومي. أما إذا عدنا إلى القرن 19 فسنرى الألمنيوم كعنصر يصعب الحصول عليه، لأنه كان من الصعب حقا الحصول عليه، حتى وجد المبتكرون طريقة لاستخراجه على نطاقات صناعية كبيرة. ثم انتهى عهد الألمنيوم. هناك قصص عن امتلاك الحاكم الفرنسي نابليون الثالث مجموعة أدوات مائدة من الألمنيوم، وكان يقدمها لضيوفه المميزين. قد نتحدث أيضا عن حفلة مسافر عبر الزمن أقيمت في عام 2009. دعا عالم الفيزياء النظرية ستيفن هوكينج المسافرين عبر الزمن للتسكع، وكانت هناك لافتة ضخمة معلقة عليها عبارة: مرحبا بكم أيها المسافرون عبر الزمن. ولكن لم يحضر أحد، فربما كان لدى المسافرين ارتباطات أخرى ولهذا السبب لم يحضروا الحفلة. أقسم أنني لا أبكي لأنه لم يحضر أحد إلى تلك الحفلة الرائعة. كنت فقط أقطع بصلة. بالمناسبة، لماذا نبكي عندما نقطع البصل؟ بسبب إنزيم معين. هل هناك حل لهذه المأساة؟ في المرة القادمة أحضر منشفة ورقية مبللة بالماء، وضعها على لوح التقطيع بجانب البصل، وسوف تتجه الحموضة التي تأتي من الإنزيم نحو الورق المبلل بدلا من عينيك. كان التقويم المدني المصري القديم مشابها تماما للتقويم الذي نستخدمه الآن. كان لديهم 365 يوما مقسمة إلى 12 شهرا، ولكن بدلا من تمديد الفترة إلى 31 يوما في بعض الأشهر، فإنهم يضيفون تلك الأيام الإضافية إلى نهاية العام. الآن دعونا نحول كاميراتنا إلى مملكة الحيوانات مرة أخرى. هل هناك فائدة من أن يكون للحمر الوحشية نمطها الرائع المعروف؟ طرح العلماء هذا السؤال أيضا وجربوه. كانوا يركبون الخيول مع معاطف تشبه الحمار الوحشي، وكان المعطف يغطي جسد الخيول كلها ما عدا رؤوسها، فاتضح أن نمط الحمار الوحشي يصد الذباب، حيث لاحظ العلماء أن الذباب يذهب فقط لرؤوس الحيوانات ويبتعد عن أجسامها. يعرف النمل بأنه من الحيوانات التي تعمل بجد حتى في الحكايات. هذا له انعكاس حقيقي في الحياة الواقعية، فيمكن للنمل مثلا حمل ما يصل إلى 20 ضعف وزن جسمها. هذه الحشرات لها صفات نبيلة أخرى أيضا، فإذا أصيبت نملة بجروح خطيرة فسوف ترفض أن تعالجها النملة المسعفة في المستعمرة. تعرف النملة أنها لا تستطيع النجاة، لذا فبدلا من إهدار موارد المستعمرة فإنها تجبر هذه النملة المسعفة على الاستمرار بدونها.
يمكن للإبل البقاء على قيد الحياة لمدة 15 يوما تقريبا بدون شرب الماء. يفترض الكثير من الناس أنها تخزن الماء في أسنمتها، كلا، فالسنام لتخزين الطعام على شكل دهون، ويتم الاحتفاظ بالماء في مجرى الدم. وعند الحديث عن الإبل، في بعض البلدان هناك تقليد لعقد مسابقات جمال الإبل. على سبيل المثال، أقيمت مسابقة في كأس العالم 2022 في قطر كعنصر جذب للسياحة. ترى ذبابة منزلية عملاقة تطير في المنزل هنا وهناك، لكنها تهرب من أيدي النينجا الخاصة بك. قد تعتقد أن الطبيعة ستتعامل معها في غضون يومين، ولكن في الواقع يمكن للذباب المنزلي أن يعيش لمدة شهر أو شهرين تقريبا. الحقيقة التالية تتعلق بحالة الطوارئ على الطريق. يمكن استخدام مساند رأس السيارة القابلة للفصل كأداة هروب. يمكنك كسر النافذة باستخدام مساند الرأس تلك. إذا لم تتمكن من ترك السيارة من خلال الأبواب، يجب أن تضع مسند الرأس بين الزجاج وعتبة النافذة. صوب بزاوية ثم اضغط على مسند الرأس بأقصى قوة لكسر الزجاج بأمان. قد تضطر إلى الضرب عدة مرات، لكنه سينهار في النهاية. لا تستسلم بعد محاولة واحدة. لا تخجل، شاركنا الحقائق المبهرة لديك. كم من الوقت تعتقد أن الآيس كريم كان ينقذ البشرية في أيام الصيف الحارة؟ لقرون طويلة لا أحد يعرف على وجه اليقين قصة اكتشاف الآيس كريم، ولكن من المحتمل أن يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل. بالطبع لم يكن الآيس كريم الذي نعرفه اليوم. كان الإسكندر الأكبر ملك مقدونيا يستمتع بالثلج المغطى بالعسل والرحيق. هذا هو أول آيس كريم في التاريخ. كان الإمبراطور الروماني نيرو قيصر يأكل الثلج المنكه بالفواكه والعصائر. كيف يمكن لهؤلاء الرجال الحصول على الثلج إذا كانوا يعيشون في مناخات دافئة جدا؟ حسنا، كان مساعدوهم يصعدون جبلا قريبا لإحضاره من هناك. لست متأكدا من كيفية تعاملهم مع الأمر بدون ثلاجة، لكن أعتقد أنهم كانوا لديهم طرقا خاصة. يقول بعض المؤرخين أنه كانت هناك حفر عميقة مغطاة بالقش، وتم تخزين الثلج هناك بعد جمعه من الجبال. كيف لم يذب في الطريق إلى الحفرة لا يزال لغزا بالنسبة لي، لكن التاريخ لديه الكثير من الألغاز. حسنا، حتى الآن كان مجرد جليد وثلج، لكننا نعلم جميعا أنه ليس الآيس كريم الذي اعتدنا عليه. أحد المكونات الرئيسية للحلوى التي نعرفها اليوم هو الحليب، وهذا النوع على الأرجح ظهر في الصين حوالي القرن السابع الميلادي. في ذلك الوقت كانت أسرة تانغ تحكم البلاد، وربما كان الأباطرة أول من تناولوا الآيس كريم الذي يحتوي على الحليب. في ذلك الوقت كان يصنع من حليب الجاموس أو الماعز أو البقر. لتعزيز النكهة والرائحة قاموا بإضافة الكافور إليها. بعد ذلك يتم ملء الأنابيب المعدنية بالمزيج وتخزن في حوض جليدي لتجميدها. دعونا نترك الصين قليلا وننتقل إلى العالم العربي خلال العصور الوسطى. حان الوقت لمراقبة الأطعمة الباردة التي يأكلونها هناك. تعتادوا على شرب المرطبات المثلجة الإصدارات السابقة من الشربات. هناك كانوا يصنعون عادة من الرومان أو الكرز أو السفرجل. بعد فترة وجيزة التقط الفكرة الأوروبيون وأصبحت شائعة في أوروبا أيضا. الإيطاليون والفرنسيون أحبوها بشكل خاص، لذا فقد أخذوها من هناك وأتقنوها في نسختهم الخاصة. في القرن السابع عشر أصبح أنطونيو لاتيني أول شخص يسجل رسميا وصفة لسوربيتو كانت تحتوي على الفواكه والثلج، ولكن أيضا السكر والحليب. هذه هي الوصفة التي يعتبرها معظم مؤرخي الطهي أول آيس كريم رسمي. أتقن الإيطاليون نوعهم الخاص من مثلجات الفواكه المسمى الجيلاتي، في الإيطالية تعني مجمدة. لا أحد متأكد من اخترع الجيلاتي بالضبط، لكن الجميع يعرف الرجل الذي افتتح أول مقهى في باريس وبدأ في بيعه. افتتح رجل إيطالي من صقلية مقهى لبروكوب في عام 1686، وأصبح المقهى مكانا مفضلا للقاء المفكرين المشهورين في ذلك الوقت. هذه هي الطريقة التي تم بها تقديم الفرنسيين لأول مرة إلى الجيلاتي الإيطالي الذي تم بيعه في أوعية خزفية تشبه الأكواب البيض.
لكن عليك أن تتذكر شيئا واحدا مهما، لا تقل أبدا عن الجيلاتي آيس كريم، خاصة أمام الإيطاليين. على الرغم من أن هذين الاثنين قد يبدوان متشابهين، إلا أن هناك العديد من الاختلافات المهمة. يحتوي الجيلاتو على دهون أقل وهو إن أقل ونكهة أكثر كثافة، كما أنه يقدم أكثر دفئا من الآيس كريم. إذن هذه هي الطريقة الإيطالية. لقد أتقن الفرنسيون الحلوى المجمد الخاص بهم فروماج، يترجم هذا من الفرنسية إلى الجبن، لكن في الواقع لا علاقة له به. في الأصل كانت مصنوعة من الكريمة والسكر وماء زهر البرتقال. حتى اليوم يعتبر الكريم مكونا مهما، لذا فإن الكريمة هي أكثر دسما وأثقل من الجيلاتي. هل تعلم أيضا أن البيض يستخدم لإنتاج كليهما؟ نعم، إنه عنصر مهم للجيلاتي، ومن الجيلاتي يعطي الحلوى الدهون اللازمة، ولكن أيضا له نكهة معينة. لم نتحدث عن أمريكا حتى الآن. على الأرجح تم جلب الآيس كريم إلى الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المهاجرين الأوروبيين. تم افتتاح أول صالة آيس كريم في الولايات المتحدة في عام 1790 في نيويورك، ولكن حتى بداية القرن التالي كان متاحا فقط للنخبة. لكن بمجرد أن أصبح الأمر أكثر شيوعا، بالطبع سيطر على البلاد. لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى، أليس كذلك؟ عندما سئل رواد فضاء ناسا عما افتقدوه أكثر، كان الآيس كريم على رأس القائمة. اليوم يتم استخدام 9% من إجمالي حليب البقر المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج الآيس كريم. يعيش الأشخاص الذين يحبون الآيس كريم أكثر في العالم في نيوزيلندا، وهي أكبر مستهلك للآيس كريم للفرد في العالم، والمركز الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية. ما رأيك في نكهة الآيس كريم الأكثر شعبية؟ نعم، الفانيليا بالطبع. النكهة الثانية هي الشوكولاتة. اتضح أن آيس كريم الشوكولاتة تم اختراعه في وقت سابق، وذلك لأن الفانيليا لم تكن متوفرة لفترة طويلة. اليوم يتم استيراد معظم الفانيليا من إندونيسيا ومدغشقر. اليوم يوجد أكثر من 1000 نكهة آيس كريم. هناك عدد غير قليل من الأنواع الغريبة حقا، مثل نكهة الهوت دوغ ولحم الخنزير المقدد والأفوكادو وعرق السوس والأخطبوط ونكهة قنديل البحر وحتى الثوم المحمص. ثم هناك أيضا آيس كريم بالجبن، وهو شيء حقيقي وشائع جدا في الفلبين. حصلت الفلبين على الآيس كريم فقط في القرن 19، لكنه لم يكن متوفرا على نطاق واسع حتى قرن كامل بعد ذلك. بعد أن انتشر التبريد على نطاق واسع، افتتح أمريكي أول صالة آيس كريم في البلاد. يقدم الآيس كريم بثلاث نكهات، الفانيليا والشوكولاتة والفراولة. بعد فترة وجيزة بدأ العديد من الأشخاص في إنتاج معالجة التجميد ودمج المنتجات المتوفرة محليا، مثل المانجو والأفوكادو وجوز الهند. وبدلا من حليب البقر، يستخدم الفلبينيون تقليديا حليب جاموس الماء المستأنس، والذي يستخدم أيضا في صنع الجبن الأبيض. في النصف الثاني من القرن العشرين تم استيراد جبن تشيدر لأول مرة إلى الفلبين، وتحتل المرتبة الأولى في صناعة المعجنات. دون التفكير طويلا قاموا بدمج الجبن المفضل لديهم مع الحلوى المفضلة لديهم الآيس كريم، وحصلوا على آيس كريم رائع بالجبن المملح والحلو. لذا نعم، هذه قصة طويلة. ذكرنا المشروبات المثلجة والشربات والآيس كريم، لكن لم ترد أنباء عن المصاصات. هذا صحيح، المصاصات لم تكن موجودة لفترة طويلة. في الواقع تم اختراعهم بالصدفة فقط في عام 1905 من قبل صبي يبلغ من العمر 11 عاما يدعى فرانك إبرسون. في ليلة باردة كان يخلط مسحوق الصودا السكرية بالماء ونسيها في الخارج بعد ذلك. بعد الجلوس هناك طوال الليل تجمدت. عندما عاد الصبي ووجدها، كان عليه أن يلعقها من العصا الخشبية التي كان يحركها بها. لقد أحبها كثيرا لدرجة أنه بدأ في إنتاجها، وأطلق عليها اسم إبسايكلز تكريما لاسمه، لكن الاسم تطور لاحقا إلى مصاصات المثلجات. تم اختراع مخاريط الآيس كريم قبل عام واحد فقط من المصاصات في عام 1904، حيث كان هناك رجل يبيع معجنات تشبه الوافل. بجواره كان هناك رجل آخر يبيع الآيس كريم. في مرحلة ما نفدت الأطباق من فتى الآيس كريم ولم يعرف ماذا يفعل، لذلك قام جاره بتدوير الوافل وعرض عليه بيع الآيس كريم فيها.
لم ينتهي تاريخ الآيس كريم بعد. يتم اختراع الحلو والمجمدة حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، تم اختراع سليربيز فقط في أواخر الخمسينيات. كان عمر كنيدليك يعمل في شركة ديري كوين في مدينة كانساس سيتي، وتعطلت نافورة المياه الغازية، وللحفاظ على المشروبات الباردة وضعها في الفريزر. لقد تحولوا إلى مشروب سلاش، وهكذا حصل الرجل على فكرة صنع آلة للمشروبات المجمدة، حتى أنه ابتكر اسم آيسي وصمم شعارا للعلامة التجارية. بعد عدة سنوات اشترت شركة 117 حق بيع تلك المشروبات، واكتسبت شهرة واسعة. أحدث اختراع يشبه الآيس كريم هو ديبندوت في عام 1988. أراد عالم الأحياء الدقيقة طريقة أسهل لإطعام الأبقار، لذلك بدأ في تجميد علف البقر، ثم فكر أكثر قليلا ورأى أنه يمكنك تجميد الأطعمة الأخرى وليس فقط علف البقر، لذلك بدأ بتجميد الآيس كريم وكان انفجارا. هذا كل شيء لليوم. ربما يمكنك ابتكار شيء ما أيضا، وستظل مطبوعا إلى الأبد في تاريخ الآيس كريم مثل كل هؤلاء الأبطال الذين ذكرناهم اليوم.